تستمر حملة المقاطعة الشعبية للاحتلال ومنتجاته، فيما تسعى إسرائيل لجعل السوق الفلسطيني مكباً لمنتجاتها الفاسدة أو تلك التي شارفت على انتهاء مدة صلاحيتها، فهي تزرع الموت بشتى الوسائل بين الفلسطينيين. وزارة الاقتصاد الفلسطينية ضبطت نسبة كبيرة من البضائع الإسرائيلية الفاسدة، قالت إنها تهرب بواسطة فئة قليلة من التجار ويعاد تغليفها بحيث لا يعلم المستهلك إنها إسرائيلية، لكن طواقم الوزارة ومن خلال مراقبتها وجولاتها ضبطت تلك المنتجات. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجعل مناطقنا الفلسطينية مكبا لنفاياتها ومنتجاتها، سواء المنتهية الصلاحية أو قريبة على الانتهاء أو بضائع المستوطنات، كل هذه تدخل إلى المناطق الفلسطينية طبعا بصورة غير رسمية. طواقمنا تقوم في كل مرة وفي كل شهر وفي كل يوم بضبط هذه البضائع ومصادرتها. غالبية السلع المضبوطة ليس فقط خلال هذا الشهر، وإنما طيلة الأشهر السابقة غالبيتها هي السوق الإسرائيلي. المنتجات الإسرائيلية من الخضار والفواكه والحيوانات تدس في السوق الفلسطيني خاصة في مواسمها، والمنتجات الإسرائيلية التي تأتي إلى الأسواق الفلسطينية هي من أسوأ ما يصنع في إسرائيل من ناحية الجودة، وأن المنتج الفلسطيني أفضل من ناحية الجودة والسعر، وتشجيع المنتج الوطني يعني تقصير عمر الاحتلال. واضح من حملة المقاطعة أنه لما بدأ المواطن الفلسطيني يتعامل مع المنتج الفلسطيني اكتشف مدى جودة المنتجات الفلسطينية وتفوقها على المنتج الإسرائيلي. كل يوم والتاني بنسمع عن ضبط دواجن مهربة من المستوطنات غير صارحة للاستهلاك البشري، بعض المحاصيل الزراعية معروف أنه في شهادة منشأ فلسطينية لازم تكون موجودة للمحاصيل الزراعية وللثروة الحيوانية. حملة المقاطعة الشعبية ورغم استمرارها إلا أن مخاوف لدى الفلسطينيين من إدخال المنتجات الإسرائيلية بطرق غير شرعية من خلال إخفاء مكان الإنتاج أو إعادة تغليف تلك المنتجات بحيث تبدو للمستهلك وكأنها محلية الصنع، في الوقت الذي بدأت فيه فكرة المقاطعة الشعبية وكأنها ثقافة لدى المواطن الفلسطيني. لا حاجة لانتهاء مدة صلاحية البضائع الإسرائيلية لتصنف على أنها فاسدة، فهي فاسدة بمكوناتها ومكان إنتاجها، والذي يورد إلى السوق الفلسطيني هو أسوأ ما ينتج في المصانع الإسرائيلية من ناحية الجودة بحسب خبراء ومختصين. أحمد براهم، رؤية رام الله.